فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما حكم قراءة سورة ياسين عند المقبرة أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول اقرأوا سورة إخلاص 11 مرة. القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يقرأ الإنسان على المقبرة، وإنما يقتصر الإنسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبتلنا بعدهم وأخذ لنا ولكم، ثم ينصرف، ولا يزيد على هذا لا قراءة ولا غيره. نعم.